قالوا له؟ لك وينك لهلأ؟ طيب ماشي ليكي، قولي له لشوفير التاكسي يجيبك على شارع المعري، وأول ما بتوصلي بتعلمي لي، أنا بدلك بالضبط. أي خلص يلا يلا ناطرك باي. أنا عبد الهادي الموجود منتحراً على هذا الكرسي. أنا بدي أقول إنه أنا قررت أخذ أمري بإيدي. ما بدي الحياة تهيني، لأني انظلمت كتير، مو لشي، لأني غيركم، ولأنكن لقيتوا أنه لازم تعاقبوني لأني غيركن. ولأني عم شوف غير اللي أنتوا عم تشوفوا، لازم تنسوني وتهينوني وتجوعوني. بس لا، أنا ما رح أمنحكن هالفرصة. لا 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 لا، مو مزبوط هيك، مو مزبوط، مو مزبوط. مليت منكن، مليت منكن ومن مصاريكن ومن مظاهركم. الموت أشرف من هالقرف. مو بخاطركم، الأمان. الأمان. لك أهلين. أهلين. أمان كله بمعلولة. عساس فارقة معي كتير، إن شاء الله يكونوا بالفلوجة. شو يا؟ اسموع واسموع، لا تكون عشقان يا ولد. ولد؟ لا تكبر القصة انت التاني، كلمة وين قالت؟ بالعكس، أنا اللي بصغر القصص وبصغر وبصغر. لك دخيله الله وراس السنة، واللي سمح لي احتفل معك بهالليلة دخيله أنا. لأنه الموت أحسن من العيش الزفت. أستاذ عبد؟ نعم.
الله يوفقك الله يوفقك. بدي فتحت البيت على السريع، اكيد بلاقي عندك. ما والله ما بعرف، رح اشوف لك. لا يا استاذ، شو بعرف ما بعرف؟ يعني مين بده يكون عنده فتحت البيت غير حضرتك يا استاذ عبد؟ بالسوبر ماركت وين يعني؟ الله يسامحك، السوبر ماركت ما فيني انزل على السوبر ماركت، ما فيني اترك الشو رفقاتها؟ عندي صبية، يعني قصدي رفيقة، يعني هيك صديقة. لك يا أخي شبك؟ حقك هاد، حقك الطبيعي طالما ما عم تأذي حدا، حقك. هاي فتحها. شو عجبتك الزينة؟ شلون؟ يعني قلت لحالي اسمنك لوحدك بزين لك بركي هيك بفرفح قلبك وتتنشط وبتفرح، بعدين الجار للجار. شكرا. يسلم ودياتي يا استاذ عبد، والله غلبتك معي، يعني ان شاء الله بركض بافراحك. تسلم لي عينك. الله معك. شبك عبد الهادي؟ جبنت يعني؟ لا. أنا عبد الهادي الموجود منتحرا على هذا الكرسي في هذه الكرة الأرضية القميئة. أنا شبك هاي؟ أنا عبد الهادي الموجود منتحرا على هذا الكرسي في هذه الكرة الأرضية القميئة. العمى؟ وبعدين معك؟ مو مبسوط انت؟ لك شو بدك فيني؟ بدي واحد نوم.